مزيد معي من مدينة كوفنتري بريطانية مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي، مرحبا بك معنا. إذن هل يمكنك بداية أن تؤكد هذا التقرير الصادر عن رويترز وعن طبيعة التحركات الإسرائيلية على صعيد الجولان؟ نعم، مساء الخير. هذا الأمر ليس بالجديد حقيقة الأمر، العمليات مستمرة منذ 22 من الشهر الفائت، حيث أقدمت إسرائيل على الدخول إلى داخل ما تعرف بالمنطقة منزوعة السلاح داخل الجولان السوري المحرر أو القسم المحرر منه، وقامت بعملية نزع الألغام من هذه المنطقة التي من المفترض أن لا تدخل إليها القوات الإسرائيلية إلى عمق 300 متر، بعد ذلك انسحبت. ما تقوم به إسرائيل وما قامت به خلال الأيام الماضية عملية محاولة يعني إزالة الألغام، عملية محاولة رفع الجدار أو رفع يعني المنطقة الفاصلة، تحصينات في أطراف الجولان السوري المحتل على المنطقة المحاذية للمنطقة منزوعة السلاح وهي الجولان السوري أو القسم المحرر من الجولان، في إطار تحصين مواقعها، في إطار يعني التحضير أو مخاوف من عملية قد تبدأ من تلك المنطقة، على الرغم من أنه مؤشرات بأنه سيسمح النظام السوري لأي عمليات تبدأ من ريف درعا الغربي وتبدأ من القليطرة وتبدأ من ريف دمشق الجنوب الغربي باتجاه الجولان المحتل، إلا إذا كان هناك نية إسرائيلية مبيتة أن يطلق أحد ما من داخل الأراضي السورية قد يكون عميل لإسرائيل قذائف باتجاه الجولان المحتل، وتكون ذريعة إسرائيلية لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، سواء القليطرة، سواء ريف درعا الغربي، سواء ريف دمشق الجنوب الغربي الذي تعتقد إسرائيل أن حزب الله قد يكون نشط فيه في هذه المنطقة. ودعيني أقول لك بأن يعني إذا لاحظنا بعجالة كلمة نعيم قاسم اليوم والمرة الفائتة لم يأتي على ذكر الجبهة السورية على الإطلاق، هو حيد بشكل كامل الجبهة السورية، أي أنها الجبهة السورية ليست ضمن ما يعرف بعمليات محور المقاومة، كون أن الأوامر من قيادة النظام لا عمليات في هذه المنطقة. لذلك أقول هناك شكوك حقيقية للتحركات الإسرائيلية المستمرة في هذه المنطقة، وسط مخاوف حقيقية أن تشعل إسرائيل. ولكن هل يفهم بالضرورة أن هناك استعدادات إسرائيلية إلى فتح هذه الجبهة، جبهة سوريا أو التحول وتوسيع الجبهة هناك، أم هل هناك آثار أو ربما بعد عسكري آخر من خلال هذا الانتشار؟ التحصينات هي من أجل محاولة منع إذا ما كان هناك فتح للجبهات مثل ما يقال من تقدم حزب الله من هذه المنطقة والعمل على فتح جبهة الجولان لغنى، بس ولكن جبهة الجولان هي أضعف جبهة حقيقة، الأمر أضعف. خلينا نتحدث عن خطوة استباقية. تماما، خطوة استباقية من قبل إسرائيل بتحصين يعني الجبهة لمنع أي عملية لحزب الله، لأن الجبهة ليست محصنة فقط من يعني المنطقة الشمالية من المنطقة العازلة، بل من جنوبها ووسطها وشمالها، على كامل هذا الخط تعمل إسرائيل على نزع الألغام ورفع السوات الترابية وأيضا فتح طريق في تلك المنطقة لمحاولة مراقبة هذه الجبهة بشكل كبير جدا، أو قد يكون هناك مخاوف من قبل إسرائيل بأن حزب الله قام بحفر أنفاق داخل هذه المنطقة باتجاه عمق الجولان السوري المحتل. إذا ما ربطناها بالتحركات الأخيرة الروسية والانسحابات من هذه من منطقة الجولان أيضا، يعني بالنسبة للجانب الروسي وتواجده في سوريا منطقة استراتيجية هامة طالما حرص عليها، كيف يمكن أن نقرأ أستاذ رامي، وهل هذا يشي بنوع من الاتصالات أو تنسيق على مستوى ما مع الجانب الإسرائيلي؟ نعم، روسيا انسحبت فقط من نقطة واحدة وهي تلة الحارة، وعادت إليها بعد أن حصلت على يعني اطمئنان من قبل إسرائيل بأنها لم تقصف تلة الحارة، لأن هناك البعض نشر بأن إيران موجودة على تلة الحارة وحزب الله موجود على تلة الحارة، فقامت القوات الروسية بالانسحاب لعدة أيام من هذه التلة الاستراتيجية التي تشرف على الجولان السوري المحتل، وبعد ذلك خلال الأيام الماضية عادت إلى هذه التلة. روسيا لديها 17 نقطة في هذه المنطقة، روسيا هي من الأطراف التي تريد منعا باتا أن يكون هناك جبهة قتال مع إسرائيل من ضمن الأراضي السورية. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة كوفنتري البريطانية.